مما لا شك فيه أن الأشخاص ذوي التوحد ليهم اهتمام خاص من الدولة المصرية، وتم تصنيف التوحد كإعاقة منفردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. عشان كده في برامج كثيرة جدا لتعليم وتدريب وتأهيل أطفال التوحد ودمجهم في المجتمع. خلونا نتكلم مع حضراتكم في الفقرة دي عن دور الدولة، يعني في قلب اهتمامات الدولة المصرية على كافة المستويات الاهتمام بأطفال التوحد وذوي القدرات الخاصة. هنعرف ملامح الاهتمام ده مع ضيفتنا الأستاذة مها كمال الدين هلالي، مؤسسة ورئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد. أهلا بك يا فندم، منورة. يعني المتأمل كده الفترة الأخيرة بنشوف أنشطة كتيرة جدا واهتمام، يعني على المستوى القانوني، على مستوى القيادة السياسية، على مستوى إدماج ذوي التوحد بشكل كبير في المجتمع بالفئة دي الفترة الأخيرة. أبرز الملامح وأهم الملامح الخاصة باهتمام الدولة بذوي التوحد والإعاقة. يمكن أبرز حاجة اللي قالتها الأستاذة باسانت اللي هو أن تم تفريد التوحد كإعاقة لوحدها. كان زمان ممكن بيحطوها تحت الإعاقات الذهنية، لكن اضطراب في التوحد مش لازم يصاحبه إعاقة ذهنية، فبالتالي انفراده في القانون ده برضو إدى توعية حتى لو مش واضحه قوي للناس. عشان كده كل الانشطه اللي بتتعمل ان احنا نوعي الناس اكتر واكتر ان برضو التوحد من الاعاقات الخفيه اللي ملهاش ملامح، وبالتالي من الصعب ان الناس تتعرف عليها بمجرد ان هم يشوفوا الشخص المشخص بالتوحد. من الحاجات برضو اللي بينت اهتمام الدوله ان مثلا وزاره التضامن الاجتماعي ان هي لديها 805 من مراكز التأهيل، مراكز كلها بيبقى في خدمات الأشخاص ذوي التوحد. كان في بروتوكول تعاون ما بين جمعيتنا جمعية أدفانس والوزارة لتدريب الكوادر في المراكز التابعة للوزارة في 9 محافظات، ده تم السنة دي وإن شاء الله السنة الجاية 9 واللي بعدها 9، بحيث إن شاء الله يتم زيادة التوعية بإزاي التعامل مع الأشخاص ذوي التوحد لأن ليهم معاملة خاصة طبعا. وبرضه لازم نقول ان في مركز للتوحد بالذات متخصص في التوحد تابع للوزاره موجود في المطريه تبع المؤسسه القوميه، والحقيقه المركز ده متميز جدا والخدمات فيه على اعلى مستوى من سن 6 ل 16 سنة، وبعد كده بيتوجهوا للتاهيل المهني. وهيتم انشاء مركزين زيه، واحد في بورسعيد وواحد في مطروح، بحيث ان كده يبقى في توزيع برضه جغرافيا ان في مراكز متخصصه قوي في التوحد بالذات. ده غير ان في 21 مركز تبع لمراكز حياه كريمه تم افتتاحها وان شاء الله هيكون فيها برضو خدمات للاشخاص ذوي التوحد. حضرتك كنت بتتكلمي عن الوعي وزياده الوعي وفعلا التوحد ليه نسب ومش من الحاجات الناس فاكره ان انا هشوف شخص عنده توحد واقدر اعرفه، ده مش حقيقي، ده نسبه متباينه جدا بالزبط. وفي اطفال بيبان عليها بعد سن كبير شويه مش من سن صغير. شفنا مسلسل من فتره حاله خاصه، مسلسل اسمه حاله خاصه، عن المحامي اللي كان عنده طيف التوحد، اضطراب طيف التوحد، ومن هنا ابتدينا نشوف ناس كتيره قوي تتكلم عن التوحد وازاي تعاطفوا معاه، والامهات اللي عندها اولاد بتعاني من التوحد ابتدت تتكلم عن ان هم حابين يشوفوا الناس بيتعاملوا مع اولادهم بطريقه مختلفه. اهميه القوه الناعمه في تسليط الضوء على التوحد بشكل عام وتغيير المفهوم العام عنه. طبعا يعني الاعلام ليه دور مهم جدا لان هو بيخش كل البيوت، وبالتالي الرسالة الإعلامية بتبقى مهمة خصوصا لما بتكون الرسالة إيجابية. وده من الحاجات اللي كانت مهمة إن مثلا في حضرتك اديتي مثل بتاع مسلسل حالة خاصة. مسلسل حالة خاصة كان البطل فيه لديه توحد ولكن في نفس الوقت مش مصاحب ليه إعاقة ذهنية. فدي من الأمثلة برضو اللي مهمة اللي الناس لازم تعرف تاخد بالها إن مش زي مش كل شخص عنده توحد معاه إعاقة ذهنية. فهو كان أداؤه عالي عموما يعني الشخصية بتوري شخص عنده توحد أداؤه عالي ومتميز. طبعا نسبة التميز في الإعاقة زيها زي في الغير معاق قليلة، يعني احنا بنتكلم على 2.5 في 1000 فنفس الحكاية. فهو الشخصية دي هو كان عنده قدرة فظيعة على استرجاع القوانين والأحداث وكده، فهو كان دي ميزته في الشغل بتاعه.
حلقة خاصة كانت حلوة، إن كان ساعتها أثارت كلام كتير صحيح. في المجتمع، والناس كلها ابتدت تتكلم، وبالتالي فعلا الأمهات بقوا عندهم شجاعة أكتر إن هم يخرجوا يقولوا أنا ابني عنده توحد، لأن بيبقى صعب برضه على الأم والأب، يعني إن هم لسه هيقعد يشرح يعني إيه توحد. يعني الناس بتقول توحد يعني عايز يقعد لوحده، لا هو مش موضوع عايز، الموضوع أكبر شوية. يعني هو برضو عشان نقول بعض السمات للأشخاص ذوي اضطراب التوحد، هو التوحد دلوقتي بيتشخص من حاجتين مهمين، ان في مشكلة في التواصل والتفاعل الاجتماعي. اول حاجة في التواصل والتفاعل الاجتماعي ما بيننا زي ما حضراتكم احنا بنتكلم، هي التواصل البصري، وده بالنسبة لهم بيسبب مشكلة شوية، مش حاجة سهلة بالنسبة لهم التواصل البصري. في كذا سبب قالوا مثلا ان هم ما بيقدروش يستعملوا حاستين في نفس الوقت صحيح. فلو هو بيستعمل حاسة السمع عشان يركز في اللي حضرتك بتقوله، مش هيقدر يستعمل السمع والبصر في نفس الوقت. دي حاجة من الحاجات. الحاجة التانية برضو غير التواصل والتفاعل الاجتماعي، عندهم نمطية وتكرار، حب في النمطية والتكرار، بيحبوا الروتين في المكان في الوقت. وعشان كده احنا يعني مع اولادنا في الجمعية لما نيجي ندربهم بنستعمل المعينات البصرية، وبنعمل لهم جدول بصري بحيث ان هو يبقى عارف دايما ايه اللي هو متوقعه واللي بعده واللي بعده. دايما بنشجع الامهات ان برضو ده يبقى معمول في البيت، الطفل اللي يقدر يتابع يوم بيوم، الطفل اللي يقدر يتابع اسبوع بحاله، وبرضو لما يحصل اي تغيير لازم نفهمه ان في تغيير، لان هو حب للروتين ممكن يسبب مشكله لو حاجه في الروتين خرجت عن النمط اللي هو متوقعه. استاذه مها، يعني مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده، واحنا عندنا حوالي 805 مركز تاهيل تابع لوزاره التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهوريه، وفي مراكز تاهيل تابع مبادره حياه كريمه، ففي وعي بضروره ان يبقى في تاهيل على اسس علميه مع ذوي التوحد. حابين نعرف الساده المشاهدين وانا كمان بشكل شخصي عايز اعرف داخل مركز التاهيل ده ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيتم، ازاي بتعامل مع ذوي التوحد عشان هو في النهايه شخص صالح مندمج في المجتمع ممكن يتعامل مع محيطه الاجتماعي بدون اي مشكله. طبعا هي اي اهم حاجه في اي مركز، يعني نعرف ازاي ان المركز ده ناجح، ان هو لازم يكون اولياء الامور جزء من التاهيل والبرنامج بتاع الطفل، لان هم ان شاء الله مكملين في حياه الطفل اكتر حد، وبالتالي تدريبهم وتوعيتهم مهمه جدا. حتى لو ما عرفش يشتغل بنفسه مع ابنه، هيعرف ان المهاره اللي علمها له جوه المركز ازاي يعممها بره المركز، وازاي ان هو بعد كده ينقي مين يشتغل معاه ويرقي البرنامج اللي هو هيتبعه. اول حاجه بتحصل في المركز ان هم بيملوا الاستماره بتاعه التقديم، وبتبقى فيها كل البيانات بتاعه الاسره، وممكن ظروف من اول حمل للام في الطفل، عشان يبتدوا الاخصائيين يعرفوا المشاكل المتوقعه ايه. هو طبعا كل واحد فيهم حاله فرديه، ولكن طبعا لابد من دراسه ايه الحاله عشان نقدر نتوقع ايه اللي هيحتاجه. التوحد اعاقه شموليه، فبالتالي بتحتاج تدخل شمولي، بتحتاج اول حاجه التواصل والتخاطب، يعني ده مهم جدا ان احنا نشتغل على التخاطب والتواصل، لان في نسبه من الولاد اللي عندهم توحد، الاشخاص اللي عندهم توحد هيكونوا غير ناطقين. ففي الاول بنشتغل جامد جدا، وبعدين بنبتدي ندخل طرق بديله للتواصل زي الصور، او بعد كده ممكن الكمبيوتر، التطبيقات على المحمول حتى بتبقى موجوده، وبالتالي بنزود فرص ان هو يتواصل. لو بنزود فرص التواصل بنزود فرص الدمج بتاعته. بنشتغل كمان على تنميه المهارات الادراكيه والمفاهيم، بعدها بنطلع منها على السايكوموتر اللي هو التربيه نفس حركيه، بنعلم منها مفاهيم كتير قوي، وبرده بنخش منها على ما قبل الاكاديمي، وبعد كده نشتغل معاهم على الاكاديمي. في نسبه كبيره منهم هيكونوا قابلين للتعلم، ممكن مش هيكمل التعليم للمراحل الاعلى، لكن هنشتغل معاه وندمجه على اقصى يعني حاجه ممكنه بالنسبه له، لانه بيتعلم في بيئه الدمج حاجات مش هيتعلمها في البيئه العازله. بعد كده بنبتدي بقى نواجههم للتاهيل المهني، وبعد كده للاعداد للعمل، بحيث ان هو يقدر يعني يعيش حياته بطريقه طبيعيه زي كل اقرانه اللي من نفس العمر. بندخل طبعا كمان الناحيه بتاعه الدمج في المجتمع، في الترويح والترفيه، في الرياضه، في الثقافه، فدي كلها بتكون خبرات بتتراكم معاه وبنشتغل عليها علشان نوصله ان هو ايه اقصى طاقاته يوصل لها، ده دورنا ان احنا نساعده. حضرتك كنت اتكلمتي عن تشخيص الظروف اللي مر بيها الطفل وهو جنين، هل في اكتشاف وتشخيص التوحد من سن صغير قوي كده من وهو جنين؟ هل في اسباب بتؤدي
انه الجنين ده نبقى عارفين انه هيبقى عنده توحد من سن صغير. ممكن مفيش اكتشاف. وحابه حضرتك تفرقي لنا برضو بين التوحد والداون سندروم، لانه بعض الناس بيختلط عليهم الامر. مختلفين خالص. هو حضرتك بالنسبه لمتلازمه داون، متلازمه داون دي بيبقى فيه كروموزوم بدل ما يبقى ثنائي بيبقى ثلاثي، اللي هو كروموزوم 21. وبالتالي هو عند مولد الطفل بيبقى لها ملامح كمان واضحه، ممكن من اول ما بيتولد الطفل وهو مولود على طول الطبيب الاطفال اللي بيعمل التشيك اب على الطفل اول ما بيتولد بيبتدي يشك ان في ممكن يكون او بيقدر كمان يعرف ان من ده من الفور دي من وهو في الجنين ممكن من ممكن الرقبه يعني حتى ممكن لا بس ممكن الام تكون ما عملتش يعني مش كل الناس بيعملوا. فالمهم هو اتولد خلاص هو عنده متلازمه داون، بيعملوا بقى الاختبار الكروموزوم بيعرف على طول الاختبارات الدي ان اي بتاعه بيعرف على طول ان الولد عنده بياكد يعني على انها متلازمه داون. فبيبتدي الاهل طبعا بياخدوا الصدمه من الاول خالص وبيبتدوا ان هم يمشوا في مراحل بقى ان هم يدوروا على التشخيص والتاهيل بتاع الطفل. بالنسبه للتوحد الطفل كجنين لا ما فيش لغايه دلوقتي اختبارات تقدر تقول ان هو جنين ده هيتولد عنده توحد. اول تشخيص ممكن يحصل من عند سن 3 شهور 6 شهور. في اداه موجوده دلوقتي اللي هي الايدوس 2، الايدوس 2 دي من عند سن 12 شهر. من عند سن 12 شهر ممكن على طول يبتدوا يعرفوا ان في علامات توحد. بتبين لي انه ممكن طفلي في علامات الطفل مثلا والام بترضعه وهو لسه طفل صغير يعني مولود لسه صغير بيبقى لازم في كرضيع في تواصل وتفاعل مع امه على الاقل من سن 3 شهور، لو اتاخر قوي عند سن 6 شهور في مناغاه بتبتدي تبقى يبتدي يكرر اصوات يعمل الاصوات يبتدي بعد كده عند سن سنه يبقى عنده كلمه وتبقى الكلمة ليها معنى يعني لما يقول ماما يبقى هو قصده ماما مش بيعمل أصوات مام مام وخلاص لا يعني بابا يبقى قصده بابا وكده. عند سن سنتين المفروض يبقى يبتدي يعمل جمل قصيرة من كلمتين وبعدين تبتدي الجمل تكبر. فبيبتدي في بعض الأولاد بتبتدي عندهم مشكلة من الأول خالص ممكن إن هو ما بيبتديش ينطق الكلمات وفي بيبتدي ينطق وبعدين بعد كده بيقف في مرحلة معينة عند مرحلة الكلمة أو مرحلة الكلمتين. في النمو اللغوي في حته اللي هو نبتدي الطفل يكرر يعني الام تيجي تقول للولد اللي هو ما عندوش توحد تقول له تاكل فيقول تاكل ما يقولش اكل لغايه بعد كده بيظبط الضمير ويعرف ان هو يقول اكل. الطفل ده ممكن يفضل يقول تاكل يبتدي يبقى دايما التكرار ده ما بيتصلحش فيبتدي الام علامه ان هو يعني لو ام كمان عندها طفل قبل كده بتبتدي تلاحظ ان في حاجه في النمو اللغوي بتاعه مش مظبوطه. كمان الناحيه الاجتماعيه يعني مثلا حضرتك كنت بتقولي الفرق بين الداون ومتلازمه داون هم اجتماعيين جدا، فمثلا الطفل اول ما هيشوف اي حد هيبقى اجتماعي وعايز يهيص ويضحك لكن اللي عنده توحد لا مش لازم وممكن يبقى دايما بيلعب لوحده على جنب. لما بيلعب كمان باللعب ما بيكونش بيلعب بيها بطريقه المحاكاه يعني اللي هو ايه العربيه فوم 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 وهتمشي العربيه وكده، لا ممكن هو يمسك العربيه يبتدي يقلبها يبص عليها يدور العجله بتاعتها بيبص عليها بطريقه ان هو بيستكشفها. ممكن طبعا اي طفل يستكشف اللعبه بس بعد كده اللعب اللي هو فيه محاكاه ده ما بيبقاش عنده. فدي برضو من العلامات ان هو نبتدي نقلق ونقول في كده ولا كده استماره اسمها الامتشات الموديفايد تشيك ليست فور اوتيزم ان تودلرز ودي متعربه ووزاره الصحه هتعمل مبادره او اعلنت عن مبادره وهي كانت موجوده قبل كده بس يمكن هيعملوا لها كده انعاش تاني. ان هو 23 سؤال بسيط قوي لما بيروح الطفل الام بالطفل عاده الامهات عندنا بيهتموا جدا بالتطعيمات فلما هو رايح للتطعيم بتعمل له تشيك اب الاول علشان ما يدلوش التطعيم وهو مثلا يكون تعبان او كده ان ده طبعا خطر على الطفل. فممكن يبتدي يسال الام الاسئله دي لو الطبيب ابتدى يحس ان في اسئله كده بتؤدي ان يمكن احتمال يبقى فيه توحد يعني الاستماره دي ما بتقولش فيه توحد بتقول فيه احتمال تحوله بالظبط تحوله لتشخيص ريد فلاج او العلامات الحمراء بنسميها تحوله يحوله على طول للتشخيص. النهارده تاثير المجتمع سواء ايجابا او سلبا، النهارده لو انا حد يعني اعرفه بيتعرض لنوع من انواع مثلا خليني اقول التنمر لانه الاطفال في المدارس ما بتبقاش عارفه انه ده توحد
او حتى دي بقت كلمه ساعات كثيره بنقولها كنوع من انواع الهزار، الهزار الثقيل. فهل في جانب توعوي بقى في المدارس، خليني اقول، عشان ما يعني ما يبقاش في ضغط نفسي على الاطفال اللي عندهم توحد؟ اه طبعا المدارس بالذات تشتغل كتير قوي على التنمر وعلى مكافحه التنمر بين الاطفال وبعضهم البعض عموما، مش بس بالنسبه للاولاد ذوي الاعاقه او ذوي التوحد. اهم حاجه بتبقى ان احنا لازم نعرف الولاد، يعني الولاد بيبقوا مش عارفين، فهم لو مش عارفين ومش فاهمين بيبتدوا ان هو شايفينه مختلف، ودايما الولاد بيعلقوا على الحاجه المختلفه. فلما الولاد بيعرفوا الطفل بطبيعته بيكون دامج، الطفل بطبيعته بيدمج، بيحبوا بعض، بيدمجوا بعض، بيتقبلوا بعض، بيتقبلوا اختلافاتهم لو ما حدش علم عليهم وقال لهم. يعني احنا كنا لما نشتغل مع اولادنا ونحضرهم للدمج وندخلوا الدمج نبتدي بعد شويه نلاقي مثلا انت مش بتلعب مع علي ليه؟ لا ماما قالت لي علي هيعمل لك مشكله، يكون هو لعب معاه ورجع البيت وحكى لماما، فماما خدت بالها ان احتمال في حاجه فقالت له ايه لا ما تلعبش معاه. فدي برضو بتيجي من البيت، تاثير الكبار. فيعني لازم طبعا نعرف اول حاجه ان الاعاقه مش معديه، وان وجود هذا الطفل هيعلم ابنك حاجه، هيعلم ابنك ايه؟ هيعلم ابنك ان هو يتقبل الاختلاف، هيتعلم ابنك ازاي يتعامل مع الاختلاف، وان هو نفسه ما يكسفش لو هو مختلف ان هو يقول انا دي صعب عليا، انا مش بعرف اعمل دي، ما فيهاش حاجه. يعني كلنا مختلفين، والتنوع في خلق الله ده يعني في البشر ده التنوع ده كمان يبقى نقطه قوه. يعني بنشوف احنا الناس عندهم توحد بيبقوا مبدعين وعندهم قدرات عقليه وابداعيه في مجالات مختلفه، فالتنوع ده بالعكس ده اضافه للشخصيه في بعض الاحيان. يعني ده حقيقي. وشفنا مثلا بالذات في البرمجه بتاعه الكمبيوتر في منهم بيبقوا شاطرين قوي، عندهم القدره. يعني في ولي امر في الدنمارك فتح شركه اسمها اوتي كون، وبعد كده انتشرت على مستوى العالم. هو كان بمبرمج الكمبيوتر وابنه كان عنده مشكله التوحد، ودربه وفعلا بقوا فريق مميز وقدروا يحصلوا على شغل كتير. اشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا الاستاذة مها كمال الدين هلالي، مؤسسة ورئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي التوحد والإعاقة. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. نشكرك يا دكتور.